ناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس وناس كتير طيبين وناس كتير مش ناس الناس معادن ومن أغلى المعادن تلاقي ناس وناس كتير كتير طيبين وناس كتير مش ناس وناس لسانها تملي يجيب في سيرة الناس وناس بتضحك في وشك ويزموا فيك للناس سلمها لله ولا تندم ده الراجل الحر ما يهمه كلام الناس عيني يا عيني على عيني عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات لها جزع عيون سود وخدود حمر بغمازات سألتها عن اسمها قالت شربات قلت لها يا حلوة تتجوزيني قالت هات فلوسك هات ناولتها المية فوق الألف قالت كل بهم أم هات ده غيرك عمل لي 7 ملايين جنيه الذهب و7 فدادين مقصب خليل من السوسة على بس بوسة ولسه بقولها عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات لها جوز عيون سود وخدود حمر بغمازات سألتها عن اسمها قالت شربات قلت لها يا حلوة تتجوزيني قالت هات فلوسك هات ناولتها المية فوق الألف قالت كل بهم أم هات ده غيرك عمال ملايين جنيه الذهب و7 فدادين مقصب خليل من السوسة على بس بوسة ولسه بقولها Thank you.
الروايات مسحنا ابن مريم والرسول طه. وحيات مسحنا ابن مريم والرسول طه وصخرة الحق اللي سيدنا النبي جاها وصخرة الحق اللي سيدنا النبي جاها عرج لبرج السماء من القدس وسماها. مسحنا ابن مريم والرسول طه وصخرة الحق اللي سيدنا النبي جاها عرج لبرج السماء من القدس وسماها. وحيات ترابها وحيات ترابها وبابها وكل احبابها.